يستعيد الكرة بسرعة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مانزوكيتش، كريستيان، يا إلهي جول! بكل سهولة يضعها في المرمى. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. رونالدو، لمسة بينية، يعدي إلى منطقة الجزاء. وصلت إليه ديبالا، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. ماتويدي يحاول أن يلعب كرة بينية. كريستيانو رونالدو، ديبالا، يبحثون عن الهدف في الوقت القاتل. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. هذه مباراة تدرس للأجيال.